بينا يا باشا. العربيات اتحركت يا فندم وفطريقها ليه؟ طب خليك وراهم من غير ما حد ياخد باله منك. تمام يا فندم. فين يا باشا؟ ابدا وحشتنا بس بقالك كتير ما بتعديش. طول عمرك صاحب واجب يا باشا. في ايه؟ لا ما نستغناش. فتش العربيه. لا 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 معلش مش من حقك، انا عضو مجلس الشعب ومعايا حصانه. الحصانه على راسي. وبعد كده مين قال لك ان احنا نفتش العربيه دي؟ فتشوا كل العربيات الا العربيه دي عشان دي واخده حصانه. تمام يا فندم، ما لناش حاجة في العربيات. بقول لك إيه يا عصام؟ أنت مش ناوي تجيبها لبر بقى؟ مش ناوي تتهد؟ أتهد؟ تصدق إن هما كانوا بيدلعوني وأنا صغير ويقولوا لي يا رزل؟ طيب يا رزل، ما تزعلش، أنا بدلعك. اطلع يا ابني. ولا عربية من عندك اللي بتفتش. دورتها في دماغها ده سيد حكاية السلاح دي. وصلت لإيه يا حبيبي الحب؟ وصلت إن التجارة في السلاح دي سلاح ذو حدين، زي السكينة، لو قشرت بيها برتقالة واديتها لواحد يتيم، حلال ولا حرام؟ حلال طبعًا. طب لو نفس السكينة دي غزيت بيها الواحد اليتيم اللي أنت لسه مديله البرتقالة، حلال ولا حرام؟ حرام طبعًا. لا حلال، لأن الواد ده مش يتيم وبيكذب علينا. خد، حلوة الحشيشة دي. جايبة من مين؟ ايه من الواد حماده النجس اخو مونا بستله. وما اشتريتش ليه من الواد وائل بلغه ما خونا جت كارتيلا؟ لا ده واد الحشيش بتاعه فيستك، انما ده حشيش حلويات. الواد زعبله حلويات. جبل قلوط حلويات. ايه ده قلوط؟ اه كمين 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 لابس جاكيت. انا مش قلت لك التجاره في السلاح دي سلاح ذو خزنتين؟ اخصم. ايه يا باشا؟ اه يا باشا والله العظيم بحبوك لله في الله. ده شيء مع ان سيادتك تاني كمان وقفنا كمان المرج وقفنا وشدت مع ضابط مشدة سلمية جدا. انزل انا افتح الصندوق وانت كمان انزل معاه. ايه ده انا؟ اه انت انزل. فضل خيرك يا باشا، بتنجان قلايط وقوطة. اه باشا وصالحة كمان لو عايز حاجة للجماعة يعني. انت هتهرج يا روح امك. فتشوا العربية.
مفيش حاجة يا باشا. مفيش حاجة يا فندم. بالسلامة. بجد من عدمها كبير. استاذن سعادتك بس الرجالة ممكن يطلعوا لنا الاقفاص؟ واحنا فاضيين يلا. شيل انت. على النعمة يا باشا احنا بنشيل من زمان قوي. على الاطلاع يا باشا الخدمة في شرطة الشعب اقسم بالله. رعاية الله كبير. بس بس اهدى على نفسك شوية. انت مش فاكرني ولا ايه؟ بل فين بدير؟ دي انا عين. حد يقدر ينساك برضو؟ فين البضاعة؟ موجودة. نزلوها. اشوف الفلوس الاول. ادوا الفلوس. اتحرك يا مرسي. ماشي. سلموه البضاعة. تمام يا كبير. اسمع!